ونتحدث عن حظر وزارة الاقتصاد لإدخال منتجات نوفا الإسرائيلية لعدم التزامها بالمواصفات الفلسطينية. هذا الصباح يسعدنا الحديث مع المهندس حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. صباح الخير، أهلا مرحبا بك معنا. قبل أن نبدأ بالموضوع المواصفة والمقاييس، التمس الموضوع على المواطنين وكان في تساؤلات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل الحظر يأتي في حظر شامل لمنتجات إسرائيلية من دخولها للسوق الفلسطينية، من موضوع متعلق بالمواصفة والمقاييس وعدم التزام الشركة المصنعة الإسرائيلية وهي نوفا بهذه المواصفات، حتى نوضح فقط للسادة المشاهدين قبل هذا. يعني طبيعي أي منتوج بتم إدخاله للسوق الفلسطينية يجب على هاي المنتوج أو مورد هاي المنتوج الالتزام بجميع المتطلبات لإدخال هاي المنتجات للسوق الفلسطيني. هاي المتطلبات عادة بكون منصوص عليها بالتعليمات الفنية الإلزامية، لأنها هي بالأساس هي الوثيقة اللي بتم إصدارها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالمصادقة من قبل معالي وزير الاقتصاد والوزير المعني، سواء كان إذا بنحكي على منتجات غذائية بكون عادة وزير الصحة ووزير الزراعة، وبتم عادة تحديد الجهة الرقابية على نفاذ هذه التعليمات من خلال قرار من مجلس الوزراء. وبالتالي أي منتوج يعرض بالسوق الفلسطيني لا يحقق متطلبات هذه التعليمات الفنية الإلزامية اللي هي في الأساس مستندة على المواصفات الفلسطينية ذات الصلة بالمنتجات، بتم التعامل معها من قبل الجهات الرقابية وفق القانون، بحيث أنه بتم في البداية اختار المورد لهذه المنتجات بضرورة تصويب وضعه، وإذا التزم بالإطار الزمني لتصويب الوضع وبالتالي يسمح له بتسويق منتجاته المطابقة بالسوق الفلسطيني، إذا لم يلتزم وبالتالي بكون أمام الجهات الرقابية منع تسويق هذه المنتجات ومنع إدخال هذه المنتجات للسوق الفلسطيني، بالإضافة لتحويل الملف للقضاء الفلسطيني حتى يقوم بمتابعة الموضوع وأخذ المقتضى القانوني. إذن هي بشكل أو بآخر عدم التزام بالمواصفة وليست في إطار رد فعل، وبالتالي وبالتالي هي يعني الشركة الإسرائيلية تم إختارها سابقا وتم عقد لقاء أو أكثر من لقاء مع الشركة ومع مورد الشركة مورد أو وكيل الشركة، وبالتالي تم توضيح جميع المتطلبات اللازم الالتزام بها وتحقيق جميع الشروط اللازم الالتزام بها حتى يستطيع تسويقه في السوق الفلسطيني. نعم مهندس حيدر، يعني نتحدث في ظل هذه الظروف اللي هي كمان هناك دعوات متجددة من أجل مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وهي كمان فرصة لدعم المنتج الوطني، قد ايه ممكن نستغل يعني هذا الموضوع؟ يعني احنا دائما، وانا على حتى على المستوى الشخصي، انا اذا في منتج وطني انا ما بتناول الا المنتج الوطني، وبالتالي دائما بندعو لجميع مستهلكينا باستخدام واستهلاك المنتج الوطني، ولما ندعو فعليا لانه في هناك مجموعه من الميزات التنافسيه الموجوده بالمنتج الوطني والمش متوفره بمنتجات غير وطنيه. وانا بدي اذكر بعض القضايا لانه بحكم طبيعه عملنا احنا بمؤسسه المواصفات والمقاييس، عندما نطور ونعد المواصفات والتعليمات الفنيه الالزاميه الفلسطينيه نتشدد بشكل كبير وخاصه في المواد الغذائيه في متطلبات تلك المواد. ولما نحكي على متطلبات تلك المواد نتشدد بشكل كبير في مده الصلاحيه للمنتجات، لانه كل ما زادت مده الصلاحيه احيانا قد يرافق عمليه الزياده واستخدام مواد حافظه اكثر، وبالتالي استخدام المواد الحافظه مثل ما هو معروف بالذات اذا كانت مواد حافظه كيماويه قد تسبب بعض الاضرار لمستهلك هذه المواد، وبالتالي نتشدد بشكل كبير في استخدام جميع المضافات الكيماويه اللي بيتم اضافتها على المنتجات الغذائيه. في عندنا مختبرات هون اكيد احنا اليوم في عندنا نوعين من المختبرات، مختبرات موجوده في مؤسسه المواصفات والمقاييس الفلسطينيه ومختبرات موجوده في المؤسسات الحكوميه الاخرى مثل وزاره الصحه في المختبر المركزي للاغذيه، وعندنا مختبرات موجوده بجامعاتنا الفلسطينيه واللي بيتم اعتمادها حتى تكون نتائج فحصها يعني موثوقه وبمستوى عالي من الدقه، بالاضافه انه مؤسسه المواصفات بتقوم بعمليه المعايره لجميع اجهزه القياس الموجوده بجميع المختبرات الموجوده في البلد. هذه ليست المره الاولى اللي بتقوموا فيها بنفس الاجراء، ما الذي يعني من قبل الشركات الاسرائيليه انه
يتكرر هذا الموضوع وأنتم تقوموا بنفس الخطوة أنه نحظر حتى الالتزام بالإنتزام. يعني مطلوب من جميع الشركات ومن جميع الموردين متابعة ما تقوم به مؤسسة المواصفات من تحديث للمواصفات وتطوير لهي المواصفات. قبل مدة من الزمن تم حظر هاي المنتجات نتيجة عدم التزامها بنسبة الدهون المتحول الموجودة في هاي المنتجات، لأنه مثل ما هو معروف الدهون المتحولة تؤدي إلى كثير من الأمراض ومنها أمراض القلب وأمراض الأوردة الدموية بشكل عام، وبالتالي تم حظر هاي المنتجات نتيجة عدم التزامها بالنسب المسموح باستخدام الدهون المتحولة وبالتالي منع استخدامها. اليوم تم تطوير وتعديل كثير من المواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الإلزامية بما يخص بالذات مدة الصلاحية وأهمية كتابة والتصريح عن مدة الصلاحية من حيث تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء هاي المادة، لأنه مهم جدا حتى نحافظ على عدم غش المستهلك الفلسطيني في السوق الفلسطيني، لأنه عدم ذكر تاريخ الإنتاج ممكن يضلل المستهلك الفلسطيني، وبالتالي ذكر فقط تاريخ انتهاء الصلاحية كمان هاي ممكن يؤدي لغش أو لتضليل المستهلك الفلسطيني. وهذا كمان يعني بيحط مسؤولية على المستهلك نفسه بأنه هو كمان يتابع هذه التفاصيل. وإحنا نحكي عن مواصفات تقريبا 4400 من القائمة من المواصفات والمقاييس اللي بتلتزم فيها، لكن كمان قديش في مسؤولية على البائع على التاجر، أنه في خلال الفترات سابقة كنا شاهدنا كثير من البضائع المستوطنات وهي البضائع اللي كمان للأسف يعني جودتها سيئة وتصنع خصيصا للسوق الفلسطيني. صحيح، يعني مثل ما ذكرتي نحن اليوم في عندنا حوالي 4400 مواصف فلسطينية وعندنا حوالي 88 تعليم فني إلزامي، أكثر من نصف التعليمات الفنية الإلزامية هو مخصص للمواد الغذائية، وبالتالي المستهلك عليه دور أساسي، دوره في قراءة بطاقة البيان بشكل صحيح، وبالتالي أي منتوج بطاقة البيان تفتقر لجزء من المعلومات أنا بنصحه ما يستخدم هاي المنتوج، لأنه قد يتعرض لنوع من التضليل أو الغش نتيجة عدم وجود المعلومات الكافية. المستهلك عليه دور في معرفة مكونات المنتوج، لأن وين الوكيل من القصة؟ مش هدول الشركات فيهم وكلاء سيد حجاج؟ أكيد في بعض الشركات إذا كانوا يعني بيعرفوا شو المواصفة الفلسطينية وبيقوم بتوريد البضاعة إلى سوق الفلسطينية. صحيح، للأسف للأسف في بعض الشركات لها موردين معتمدين أو وكلاء، وبالتالي بيعرفوا أنه في مؤسسة مواصفات وبيعرفوا ما يصدر عن مؤسسة المواصفات، وبالذات المؤسسة اليوم أي شيء جديد بيتم نشره من خلال يعني موقع المؤسسة الرسمي ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الإعلام، وبالتالي مطلوب منهم يتابعوا ما تقوم به المؤسسة التحديثات والتغييرات اللي بيتم إجراءها. وقضية مهمة كمان أنه احنا بنشجع المنتج الوطني كمان لشغلة مهمة جدا، وبجوز هاي كثير من المنتجين الفلسطينيين بيعانوا منها، انه في رقابة فعليا رقابة مشددة على المنتوج الوطني في جميع مراحل الانتاج، في عملية مدخلات الانتاج والمواد الاولية اللي بيتم استخدامها اثناء عملية الانتاج وعلى المنتوج النهائي، وبالتالي المنتج الوطني يوجد عليه رقابة مشددة حتى نضمن انه هاي المنتجات تحقق المتطلبات وهي منتجات آمنة للاستخدام. ولا شك انه مهندس حيدر يعني كل هذه الخطوات اللي كمان عم بتقوموا فيها سواء الرقابية والتجديد هي تعزز من ثقة المواطن في هذا المنتج. ستي احنا مش بس ثقة المواطن الفلسطيني، احنا اليوم منتجاتنا الفلسطينية منافسة، بالذات منتجات الغذائية استطاعت اختراق اكثر من 70-75 سوق خارجي. احنا اليوم منتجاتنا موجودة على رفوف كثير من الدول اللي تعتبر اسواقها منظمة الى حد ما نتيجة امكانياتهم ونتيجة امكانياتهم الرقابية وامكانياتهم السيطرة على حدودهم وعلى معابرهم وأسواقهم، وبالتالي منتجنا الفلسطيني اليوم ينال ثقة المستهلك الفلسطيني وينال ثقة المستهلك الغير فلسطيني العربي والأجنبي في كثير من الدول، وبالتالي الأولوية انه احنا نعطي هاي الثقة ونعطي الفرصة لمنتجنا الوطني حتى يستطيع التطور ويستطيع المنافسة بشكل أفضل. وأنا بحكيها اليوم بجوز سابقا كان في عندنا مصنع واحد لكل نوع إنتاج، اليوم عندنا
عدد كبير من المصانع تصنع نفس المنتوج، وبالتالي في منافسة عالية حتى ما بين الصناعات الوطنية، وبالتالي هاي بيؤدي إلى رفع مستوى الجودة لدى ولصالح المستهلك بكل تأكيد. شكرا أكيد جزيلا لك. وكمان بيأثر على السعر بحيث أنه كمان السعر بكون مقبول لدى المستهلك الفلسطيني. شكرا جزيلا لك سيد مهندس حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. صباح الخير. شكرا. صباح الخير. أهلا بك. مشاهدينا مكملين معكم محطتنا في فلسطين هذا الصباح، والآن إلى المحافظات الجنوبية. نتحدث عن استهداف الأراضي الزراعية من قبل الاحتلال.